يعني تحياتي الإخوان، يعني الدراري يحاولوا يبارطاجيو اللايف لأوسع نطاق. تحياتي أخي حسن. يعني الإخوان السلام عليكم، يعني مناشدة الإخوان يبارطاجيو اللايف لأوسع نقاط أو لأوسع نطاق عفوا. تحياتي الإخوان، واحد زوج دقايق ولا ثلاثة أريت ما يعني تطلع النسبة ديال المشاهدة. عندي ملتمس الإخوان يبارطاجيو اللايف على المواقع الإلكترونية أو في التجمعات ديال الأحواز، بالنسبة للعين بن مطهر، تقفايات، المريجة، إلى ما غير ذلك. يعني بالنسبة للإخوان الخوت اللي كيعرف شي تجمع ديال هاد النواحي نتاع إقليم جرادة الأحواز يبارطاجي اللايف، إن كاين رسائل هامة بغينا نوصلوها لهاد الناس، وكان الخيار ديالنا اللي هو اللايف من بين الخيارات المطروحة. يعني تحياتي خويا سيغرمات سيردوان كذلك. يعني الاخوان يبارطاجيو اللايف، يبارطاجيو على مستوى التجمعات ديال الاحواز بالنسبة للعين بني مطهر، المريجات، قفايات، اللي كيعرف شي تجمع على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بارطاجي معنا اللايف. تحياتي خويا عصام، تحياتي للجالية الجرادية المقيمة بالديار ديال المهجر، نحييكم عاليا على المساندة ديالكم ودعمكم لنا معنويا. أخت عزيزة كذلك عوني. يعني مناشدة للإخوان يبارطاجيو اللايف باش يوصل الصيت ديالنا للناس اللي على المستوى ديال الأحواز بالخصوص، وكذلك حتى هنا في جرادة كنتمنوا أن هذا اللايف هذا يطلع ويكون مشاركة ديال تاع الإخوان ديالنا. وتحياتي، غادي نعطيو واحد زوج ديال الدقائق ريت ما يعني تطلع النسبة ديال المشاهدات توصل لمية وشي حاجة ولا لميتين ونبديو. تحياتي خويا ختو أنور، رضوان، كذلك الدراري كاملين، بلال، الإخوان ديال التوجه العام يحاولوا يبارطاجيو اللايف، وكذلك الناس المتعاطفين مع الفكرة ومع المناضلين الشرفاء في مدينة جرادة حاولوا نطلعوا اللايف. ربما كنت غادي ندير اللايف حتى الليل كان غادي يكون حسن، وانما منين درت المنشور ديال ان غادي يكون لايف درك ما بغيتش نخلف الموعد، نبقاو كنأجلوا لي لان ربما هاد الشيء هذا يقدر يأثر حتى على الناس اللي كيشاهدونا واللي متبعين. يعني الاخوان يبارطاجيو اللايف، وتحياتي، نزيدوا واحد دقيقه باش نبداو النقاش ونحاولوا نوصلوا الرسائل ديالنا بكل امانه لكاع الناس اللي متعاطفين مع التجربه الشعبيه اللي كيخوضوا فيها المناضلين في مدينه جراد. وتحياتي خويا بكاي هشام كذلك. الدراري بارطاجيو اللايف واحد دقيقه نحاولوا نوصلوه الميتين، ربما راه في 110، حتى الوقت ربما جا في واحد الوقيته اللي ربما كاين الناس ربما يكونوا ناعسين، كاين اللي يكون خدام، كاين اللي يكون هذا ما كيعنيش بان راه الا بغينا نطلعوه راه غادي نطلعوه. تحياتي خويا حسين، الاخوان يبارطاجيو اللايف، وكنشدكم الاخوان، كنشد الاخوان اللي راهم حاليا على اللايف انهم يبارطاجيو هذا الفيديو على المستوى ديال التجمعات، مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى ديال الاحواز، الناس ديال البرقم كذلك، كاين واحد التجمع تاع ناس برقم الملاح على ما اعتقد، المستوى ديال المريجه، المستوى ديال الجفايت،
حسي بلال يعني وتحياتي. يعني بداية تحية نضالية عالية للجماهير الشعبية، تحية عالية لكافة الأحرار، تحية عالية لكافة الغيورين، تحية عالية لكل الأصوات الحرة المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، تحايا المجد والخلود لكل الشهداء ولكل المعتقلين السياسيين، معتقلي الحركات الاحتجاجية ومعتقلي حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسهم الصحفي سليمان الريسوني وعمر الرضي والناشط العشريني نور الدين العواج. تحية عالية للأخ ديالنا عبد المولى زعيقر اللي راه حاليا طريح الفراش بالأراضي التركية بعدما تم دهسه بسيارات الأجهزة القمعية يوم 10 مارس 2018. يعني من خلال هذا اللايف ولا هذا الفيديو بغيت نوجه مجموعة من الرسائل لأهل إقليم جرادة، خاصة الأهل ديالنا في الأحواز، فيما يخص السموم والدسائس والمؤامرات وما يروج من مغالطات في حق التوجه العام. الفكرة التي انبثقت من عمق الجماهير من الهم اليومي للجماهير الشعبية بإقليم جرادة، واللي هي طبعا تعبير عن إرادة شعبية للأساس ديالها القطع مع رموز الفساد اللي كنعتبرهم جزء من الأزمة اللي عاشها الإقليم ديال مدينة جرادة طيلة هاد السنوات، خاصة من بعد إغلاق شركة مفاحيم المغرب سنة 1998 إلى حدود اندلاع الاحتجاجات سنة 2017-2018 اللي كانوا المطالب ديالها البديل الاقتصادي، جبر الضرر فيما يخص فواتير الماء والكهرباء، ومحاسبة كل المتورطين عن الأوضاع التي آلت إليها أو آل إليها إقليم جرادة، واللي من بينهم اللوبيات والمافيات والرموز ديال الفساد الأباطر. مؤخرا كنت درت واحد اللايف وشرت المجموعة ديال الحويجات، وقفت عند نقطة الأحواز وقلت بأن كاين مناطق كثيرة أو أغلب المناطق في الأحواز مدعمة الأحزاب اللي على الرأس ديالها ورموز اللي طالبنا بالمحاسبة ديالهم، إبان الحراك ومازالين رافعين هذا المطلب وكنناضلوا عليه بشتى الوسائل، وغادي نبقاو كنناضلوا حتى نحققوا هذا المطلب الجماهيري الشعبي. قلت بأن هذه المناطق ديال الأحواز مدعمة هاد الرموز ديال الفساد، وطرحت تساؤل، قلت بأن واش هاد الناس ديال الأحواز واش ما كانوش عايشين التجربة معانا ديال الحراك؟ واش ما عاشوش المعاناة اللي عشناها احنا في مدينة جرادة هاد السنوات؟ كنهضر على المعاناة، كنهضر على المعاناة ديال الإخوان ديالنا في سيدي بوبكر، أبار ديال الموت كذلك، تويسيت بالخصوص، وأنا كذلك جرادة السندريات بالخصوص. في البداية كان ترحيب من طرف
مجموعة ديال الشرائح والفئات بالفكرة ديال التوجه العام، والناس بدات كتلتحق وعبرت عن النية ديالها في الانخراط في هاد العملية ولا هاد المشروع الشعبي اللي دافعين فيه المناضلين الشرفاء ديال التوجه العام، المناضلين الشرفاء، الناس اللي ضحاو بالحرية ديالهم بالوقت ديالهم في سبيل ان يتغير الوضع ديال الاقليم لما هو افضل. ما كانش عندنا او فرض علينا مجموعة من الشروط والاكراهات اللي ما خلاتناش نوصلوا للاحواز ونناقشوا مع هاد الناس ونوصلوا لهم الفكرة ديالنا لشروط معينة. ما غاديش نقولوا احنا اللي كنتحملوا فيها المسؤولية، وانما لشروط ذاتية وموضعية كذلك ما قدرناش نوصلوا، اللي من بينها الاكراه ديال كورونا، الاغلاق، اللي من بينها ان كانوا عندنا معتقلين وكانوا عندنا متابعين واللي باقيين درك مجموعة ديال الاسماء متابعين. زيد على ذلك الضغط وقلة الامكانيات. نحن في التوجه العام هاد التجربة واخدينها بشكل تطوعي، التجربة ديال هاد التوجه العام واخدينها بشكل تطوعي، يعني ما مدعمنا حتى شي طرف، ما كانش اللي عطينا اللي موفرنا حتى روشارج باش كنتحركوا، وانما هادي تضحيات. هاد التضحيات جات في اطار التضحيات اللي قدموها المناضلين من قبل، اسهام كل واحد من الموقع ديالو، ورحنا مستمرين. ملي الاخوان ما يتصلوش بيا درك الا كان ممكن خليونا نكملوا اللايف باش ما يتخلطوش علينا الافكار. يعني تحية نضالية مجددة، يعني التوجه العام هو توجه تطوعي، كاع المنخرطين، كاع ابناء الشعب اللي راهم كيساهموا في هاد التجربة هادي كنساهموا بها من جانب تطوعي، من الجيوب ديالنا، من الامكانيات ديالنا، كما قلت مسبقا باننا ربما داك الطاكسي باش تطلع غير الحاسيب لال توصل الفكرة راه شي مرات كنا كنمشيو على رجلين، بعض المرات حتى داك التليفون باش دير روشارج وتصوني الناشط في حي معين كتضطر انك تمشي من الجيب ديالك ولا تمشي برجليك عوض انك دير روشارج. يعني كيقولنا كاع هاد الاكراهات آلت الى اننا ما قدرناش نمشيو للاحواز ونريحو مع الناس ديالهم ونوضحو لهم الفكرة، وغادي يقتنعوا بها كيف ما اقتنعوا بها شرائح كثيرة في مدينة جراد. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا الاخوان للرسائل اللي بغيت نوصلهم جات في اطار واحد المجموعة من المعطيات اللي توصلنا بها مؤخرا، كون انه مجموعة ديال الجهات هنا في جراد، مجموعة من التيارات اللي وصلها الصهد بهذا المعنى، هذه الناس اللي تزيرت، الناس اللي شافت بان التوجه العام بحال ديك الكوردة اللي شنقهم في الاعنق ديالهم، ما قدروش انهم ينافسونا، ينافسوا التوجه العام، ما قدروش يدافعوا عن الافكار ديالهم، ما قدروش يقنعوا عباد الله باش انهم يامنوا بالمشاريع ديالهم، لجؤوا للاليات ديال نشر المغالطات وترويج السموم ونشر الدسائس والتآمر على التوجه العام، لان ربما هي الفكرة اللي غادي توصلنا او توصل المدينة الواحد الوضع اللي ربما مغاير بشكل كبير على الوضع اللي كنعيشوه حنا حاليا واللي عشناه من قبل. مجموعة من الاطراف، انا اؤكد مجموعة من الاطراف اللي نزلت الاحواز واللي استغلت البساطة ديال الناس ديال الاحواز، اللي استغلت المنطق ديال القبلية وبقات كتروج مجموعة ديال المغالطات في حق المناضلين ديال التوجه العام باش يهرسونا على المستوى ديال الاحواز وباش يخليو دوك الناس يشكوا
في المصداقية ديالنا حنا كمناظرين في التوجه العام. نزلوا بقاو كيروجوا مجموعة من المعطيات على من قبيل نرى مؤخرا وصلتنا الهضره من قنفوده، وصلتنا الهضره من تكافيت، وصلتنا الهضره من عين بني مطهر. كون ان هاد الناس هاد بقاو كيمشيو عند عباد الله وكيقولوا لهم بالحرف ما تلتحقوش بالتوجه العام، لان التوجه العام فيه الناس ديال الحراك، فيه الناس اللي عندها مشاكل صراعات مع الدوله، وبان راه ما غادي يجيبوا حتى شي حاجه، الدوله غادي تبلع عليهم. اللهم شوفوا هاد الاحزاب التقليديه، هاد الاحزاب الطيعه اللي عندها علاقات مع الجهاز ديال الدوله باش يتنيو هاد الناس باش انهم ينخرطوا معنا في هاد التجريب. حنا من هاد المنبر كنقولوا الرساله ديالنا للاهل ديالنا في جراده وفي الاحواز، كنقولوا باننا نحن توجه لك توجه العام وكمناضلين عمرنا كنا في صراع مع الدوله، والدوله عارفه هذه المساله هذه مزيان. حنا كنا في صراع مع بعض الاشخاص المفسدين في الجهاز ديال الدوله. ما غاديش ننكروا بان الدوله ما فيهاش ناس زينين، ما فيهاش ناس نقيين، وما فيهاش ناس ما باغياش تخدم الصالح العام ديال الوطن. اييه كاينين هاد الناس هادو، حنا كندعمهم وكنايدوهم وباغين يكونوا بحالهم على المستوى الوطني. كنتمناو ان الدوله يكونوا فيها ناس نزهاء وشرفاء اللي هازين الهم واللي كيغيروا على البلاد. بالنسبه للمفسدين وللناس اللي موسخه السمعه ديال الدوله وحتى على المؤسسات على المستوى الوطني، كنقولوا بان هاد الناس خصهم يتحاربوا، خصهم يتحاربوا باش بالنضال ديالنا الشريف، بالنقاش ديالنا كذلك المقنع والشريف الى ما غير ذلك، بعيدا عن الفهم ديال الانتهازيه وديال الوصوليه وديال المصلحه الخاصه. خاصنا نقضيو على هذا الشيء هذا باش بالنضال وبتكتيف الجهود ديالنا وبالثقه في بعضياتنا. كي قلنا هاد الناس اللي محسوبين على هاد الاحزاب، انا غادي نقول بانهم كاينين الاباطره وكاين الوجه الاخر للاباطره. هادشي اللي راه يتم الترويج ليه درك، كنحمل المسؤوليه للاباطره. عادي انهم يهاجموك، انك يشوفوا بان الكراسي ديالهم مهدده، طبيعي انهم يهاجموك بهذه الطريقه. انا كنهضر على الوجه الاخر ديال الاباطره اللي كذلك راهم ينهجوا نفس الاسلوب، كيحاولوا يركبوا على هاد التجربه، كيحاولوا يركبوا على هاد التجربه ديال التوجه العام، كيحاولوا يضعفوها باش انهم ينقضوا على المصالح ديالهم. ولكن كنقولوا هيهات ثم هيهات، هيهات ثم هيهات. حنا كتوجه عمره ما غاديش نسكتوا، ما غاديش نتنازلوا، ما غاديش نولوا والله. هذه فكره غادي ندافعوا عليها، غادي ندافعوا عليها هاد اليوم وغدا واللي بعده واللي بعده. نجحنا اليوم فذلك ما أنا نحبط، ما نجحناش فنطلبوا من ربي يطولنا العمر، وما غاديش نتفكوا، ما غاديش نتفكوا، غادي نقدموا ما بالوسع ديالنا في سبيل هاد المدينه هذه اللي تربينا فيها، اللي ترعرعنا فيها، اللي كبرنا فيها، اللي كبروا فيها الوالدين ديالنا، واللي عيشونا من خلالها الوالدين ديالنا والاجداد ديالنا. هاد الناس كيروجوا مغالطات في حق التوجه العام، كون انه توجه فيه ناس، فيه الناس ديال الحراك والمناضلين والى ما غير ذلك. وهاد الناس راه ما غاديش الدوله ما مامنهمش وما تيقاش فيهم، ما غاديش تعطيهم. كنقولوا بان هذه فقط مغالطات كيتم الترويج ديالها، كيتم الترويج ديالها باش يهرسوا هذه التجربه. من جهه ثانيه، من جهه ثانيه كاين مجموعه كذلك ديال الناس اللي راه تقول او اللي راه تروج هنا في المدينه وعلى المستوى ديال الاحواز بان النص ديال التوجه العام راهم كيخدموا للصالح ديالنا. يعني كاين من الاباطره اللي راه يشتغل بهالطريقه، اللي راه يحاول يتقوى على ظهر التوجه العام
واللي راه كيحاول يضعف التوجه العام بنشر هذه المغالطات. كنتذكروا ان هذه الممارسه دارت في الانتخابات اللي فاتت، كانوا مناضلين كيشتغلوا في اطار واحد الحزب معين، مده هما كيشتغلوا خلاو حتى النهار ديال الانتخابات ديال التصويت، ومشاو للدوائر هنا في جرادة وبقاو كينشروا هاد السموم هاد المغالطات باش يهرسوا التجربه ديال المناضلين واستطاعوا انهم يحققوا هادشي. الاباطر نحن لكم بالمرصاد، وبالنسبه للوجه الاخر الاباطرة نحذركم. راكم كتسمعوا حاليا في اللايف، نحذركم عندنا ثلاثه ديال الاعداء هنا في جرادة، كاين ثلاثه ديال الاعداء، ماشي اعداء ديالي انما اعداء ديال الاقليم. الصراع معاهم باين، الصراع معاهم باين وواضح، ما غاديش يتفكوا معنا. بالنسبه للوجوه الاخرى اللي راه باغيه تتقوى ولا تقتات على ظهر التوجه العام، حنا كنقولوها ونحذركم، عندكم ماضي شين في جراد، وما بغيناش نجبدو، ولكن الا بقيتو كتطاولوا بهذه الطريقه هذه نقولها ونتحمل فيها المسؤوليه، غادي نخندقوكم في الخانه ديال الاعداء هنا في جراد. غادي نحن كمناضلين في التوجه العام غادي نخندقوكم في الخانه ديال الاعداء هنا في جراد، ولتتحملوا كامل المسؤوليه. اللي بغانا نجبدوا الماضي ديالو وديال عائلته يا مرحبا. لهذا كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، راه الله يسهل عليك، اشتغل اشتغل بطريقتك، خلي عليك التوجه العام في التقار، خلي عليك ولاد الشعب في التقار. غادي نسمعوا منا لقدام شي واحد يجي يقول لنا راه فلان قال، تحملوا المسؤوليه ديالكم، غادي نخندقوكم في الخانه ديال الاباطر، وما تلوموناش ما تلوموناش، غادي تخندقوا في الخانه ديال الاباطر وما تلوموناش. عطونا التقار الله يرحم لكم الوالدين. درك عندنا ثلاثه ديال الاعداء، بغيت تشتغل الله يسهل عليك، بغيت تنافس الله يسهل عليك، وانما قيل عليك التوجه العام، ما تحاولش تركب على التوجه العام، ما تحاولوش تقتاتوا على ظهر التوجه العام. هذه فكره شعبيه محضه، الناس متقبله هذه الفكره، كنشتغلوا في اطار السياسه، والفن في السياسه ماشي الخبط في السياسه، ماشي خبات. بالتالي هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل الاهل ديالنا في الاقليم على المستوى ديال الاحواز، كنتمنوا من الاخوان المناضلين مناضلين الشرفاء انهم يناقشوا وما تيقوش اي حاجه تقالت، حاولوا ديك الثقافه السمعيه نقضوا عليها، ماشي تسمعوا حاجه تيقوها. اللي بغى يعرف شي حاجه يا مرحبا، كاين الفيسبوك، كاين الارقام ديالنا في الهواتف، اتصلوا بنا نريحهم على الاخوان، نوضحوا لكم الفكره نناقشوها. تقبلتوها يا مرحبا، ما تقبلتوهاش كذلك يا مرحبا، سمعوا منا، لان درك هذه المرحله هذه مرحله حساسه. الاباطر والوجه الاخر للاباطره متخوفين من التوجه العام، وماشي مستبعد انهم يتحالفوا، ماشي مستبعد انهم يديروا يد في يد باش يهرسوا التوجه العام، وهذا الشيء راهم خدامين عليه، ملتقيين في هذه النقطة هذه ديال أنهم خصهم يشتغلوا على التوجه العام كيفاش يديروا يهرسوه. بالنسبة للأحزاب هنا في جرادة، أنا راه كنعرفوا الأحزاب، كنهضر على الأحزاب اللي في الوسط، كاين التوجه العام، كاين الأباطرة، وكاين الأحزاب اللي في الوسط، كنعرفوا الأحزاب اللي ديجا كتشارك واللي باغية تشارك في إطار حسنية، وكنعرفوا كذلك الأحزاب اللي راها مدفوعة. كنعرفوا كذلك شكون هي الاحزاب اللي راهم دافعينها الاباطره باش تفركت الاصوات في جراد، كنعرف. لذا الخوت
هذه تجربة توجه لعم عنده مناضلين عندنا ولاد الشعب ما كيدعمنا حتى شي واحد حتى شي واحد ما مغطي هاد الدرك راه الحملة الانتخابية نتاع الغرف حنا زايدين فيها راه غايبة علينا السيارة باش نتواضح راه طونوبيل بليسانس ديالها باش نتحرك ونمشيو غير البرقم ولا غير العوينات راه غايبة علينا ها بلا ما كيتقطع راه ولي راه واحد الحالة يرتلى علاش هادشي هذا غير المدينة غير زراط ماشي شي حاجة أخرى المدينة أنا مناشدة من هاد المنبر الإخوان أنا في زراط اللي راهم متبعين اللي متعاطفين مع التوجه العام إلا كان شي واحد عنده سيارة بغا يساهم مع الإخوان في التوجه العام بغا يدعم هاد التجربة هادي حنا كنقولو له هادشي اللي كنديرو راه كنديروه للمدينة حنا راه ما غادي نستافدو منو حتى شي حاجة حنا راه ما غادي لا نصوتو لا نترشحو لا والو هادشي كامل كنديروه للمدينة وبغينا ننجحوه انجح داكشي ما بغينا ما نجحش هذا ما كيعنيش بان راه الحرب سالات نقدروا نخسروا حرب بصح المعركه راه مستمر راه الانتخابات راه غادي تفوت راه محطه غادي تفوت وغادي نشوفوا ديك الساعه من بعد ما تفوت الانتخابات غادي نشوفوا شكون هما الاصدقاء ديالكم واش هاد الناس اللي راهم درك كيجيو يبوسوا لكم اليدين باش تلتحقوا بالاحزاب ديالهم واش هما اللي غادي تلقاوهم معاكم مور الانتخابات ولا غادي تلقاو ولاد الشعب غادي تفوت الانتخابات غادي تفوت الانتخابات وغادي نشوفوا من بعد الانتخابات شكون اللي غادي يكون معكم ولاد الشعب شكون اللي غادي يتواجد معكم في الشارع شكون اللي غادي ينظم معكم على طول الشهور والايام والاسابيع ناكد لكم بلي هاد الناس هادو اللي راهم كيتجاروا وكيزاوقوا باش تلتحقوا بهم بالاحزاب ديالهم قسما بالله العلي العظيم ما غادي تبقاو تشوفوهم غادي تفوت 8 في شهر 9 والله ما تبقاو تشوفوا واحد كلشي غادي يخوي حتى ل 2026 تبقى سيمانه ولا تبقى شهر عاد غادي يبداو يبانوا الغيورين والناس اللي باغيين المصلحه للوطن والبلاد يبان لك صحاب تاع التغيير وصحاب ويجيو بنفس الطريقه يبقى عليك ودي غير عطيونا فرصه هاد المره هادي الا ما كثرنا راه ويبكيو ويزاوقوا ما نعرفوهاش لهذا الخوت تيقوا في ولاد الشعب تيقوا في المناضلين انا ما كنتهمش شي واحد يعني كون انه ربما راه باغي الشر هاد المدينه التجربه ديال التوجه العام محطوطه عليكم ولاد الشعب المصير راه بيدكم نتوما حنا اللي علينا كنديروه اللي علينا راه حنا كنديروا الخط راه حنا كنحاولوا نوسعوا النقاش نوصلوا الفكره ونناقشوا مع الكبير مع الصغير مع النساء مع شي باري انا جراده كامله تجمع انا الهدف ديالنا شنو هو الهدف ديالنا هو الوحده هو نوحدوا جراده تعطاتنا هذه الفرصه هذه كون ان جاحراك هذه تعرفنا فيه تعطاتنا ديك شويه ديال الرمزيه يعرفونا الناس في حاسيب لال في نمر واحد في العوينات في جراده شويه في الاحواز تعطاتنا هذه الفرصه ديال اننا الوجوه اللي نقدروا نجمعهم نقدروا نمشيو لنمر واحد يعرفونا الناس حاسيب لال العوينات هذه نجمعوا جراده هذه فرصه تعطاتنا بغيناش نفرطوا فيها للمدينه مره فيها انا ما مشينا نعس صافي نهود الصالونين نخدم نبيع ونشري وما على باليش عادي لا هذه فرصه باش اننا نوحدوا جراده جات فرصة باش اننا نوحدوا جرادة غير حنا كنشتغلوا داكشي اللي نقدروا عليه حنا كنديروه داكشي اللي كنقدروا عليه كنديروه في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل المدينة راه والله قسما بالله العلي العظيم ما كانت مولو بدرهم وما كيعقلش علينا شي واحد بدرهم هادشي كامل والله الا من جيوبنا الروشارجيه التاليه راه كما نديروش من جيوبنا راه ما مديرهالكش واحد اخر لهذا الخوت الله يرحم لكم الوالدين هذه تجربة واخدين فيها حنا غادي نخوضوها ان شاء الله التوجه العام غادي يكون غادي نكونوا رقم ان شاء الله في الاستحقاقات هذه غادي نكونوا رقم والخوت الله يرحم لكم الوالدين هذه فرصه معطيها لكم جاوكم واحد الناس اللي ما ماشي دوك الناس اللي كيبانوا غير من الانتخابات للانتخابات حنا راه ماشي من دوك الناس اللي كنبانوا بحال العياد نجي انا غير من العيد الكبير العيد الكبير كيجي غير مره في العام حنا راه ماشي بحال الفصول اللي نجيك غير مره في العام راه تلقاني معاك اليوم لا انا لا كاع المناضلين كاملين اللي راهم يتحركوا ديال التوجه العام راه جيناكم اليوم غادي نجيوكم غدا واللي بعدو السيمانه الجايه والانتخابات ومور الانتخابات ومور الانتخابات ومور الانتخابات والعام الجاي والعام اللي بعدو طلبوا من ربي غير طول العمر لهذا الخوت اللي راهم يتابعوا اللايف ولا اللي غادي يتفرجوا اللايف كنتمنى انكم تحددوا الاصدقاء ديالكم اللي بغى يلتحق بشي حزب اللي بغى يلتحق حريه في اخر المطاف ولكن حاجه اللي ننصحكم بها الخوت حددوا الانسان منين يريح يحدد الاصدقاء ديالو من ماشي الاصدقاء ديالو
يحدد الناس اللي غادي يبقى يلقاهم معهم في الشارع على طول العام كيناضلوا مع ولاد السامع مع السكينه، مع واحد اللي غادي يجيك حتى 2026 تبقى سيمانه ولا شهر ويجي يبقى يطلبك الله يرحم الوالدين زيدوا معانا وكذا، راه باغيين الخير للمدينه وباغيين التغيير وبا با 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 با. الخوت هنا في جراده، الخوت ديالنا في الاحواز، ما تسمعوش ما تسمعوش الهضره الا الا شي حاجه خرجت منا حنا، ما تسمعوش الهضره. راه هاد المرحله هادي غادي نتحارب، غادي يحاربون شت الاباطير، الوجوه الاخرى للاباطير ما غاديش يريح، الناس غادي تروج وغادي غادي تقطع راسها باش تفشي لهاد التجربه هادي. راهم يروجوا درك، راهم يقولوا باننا راه النص ديال التوجه العام راه خدام مع الاباطير، وبان التوجه العام راه ما غاديش يجيب وكذا، والدوله غادي تبلع عليهم وبابا بابا بابا بابا. هالخوت الله يرحم لكم الوالدين، نخدموا شويه ديال العقل، نخدموا عقلنا، الثقافه ديال السمع راه ما غاديش توصل، راه غادي يجيو عندكم غادي يقولوا لكم راه الدعينين دا 300 مليون، وغادي يقولوا لكم راه نقلش دا 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 150 مليون، غادي يجيو يقولوا لكم بوتشي شدا فيلا وعيسى دا كذا وعز الدين دا كذا، وغادي يبقاو يهاجموكم حتى في المرشحين اللي اختاريتهم نتوما كدوائر، غادي يبقاو يهاجموك. راه الحاجه اللي ما سمعتوهاش غادي تسمعوها. انا راه واحد جاري الله يسمح عليه راه مؤخرا قال هضور اللي ما تقالش، راه وصلونا للحرمه ديال والله اسمع عليه. انا كنشوف الوجه ديال الباين والخوت والجوراء الى ما غير ذلك، الله اسمع عليه والله يعفو عليه، الله يعفو عليه وعلى هاد الناس اللي بحالو اللي راهم الله يعفو عليه. خوت راني طولت عليكم في اللايف، الرسالة ديالي التالية اللي كنقولها الله يرحم الوالدين، ما تيقوش بالودنين، ما تيقوش بالودنين الى شي حاجة سمعتوها مباشرة، ولا الى كانت شي حاجة شتوها مباشرة يا مرحبا. اللي عنده شي حاجة على شي واحد في المناضلين ديال التوجه العام يقولنا مرحبا، الى شي واحد من المناضلين ديال التوجه العام عندكم عليه شي حاجة يا مرحبا. ايه المعتقلين راه كنقولوها، المعتقلين راه ماشي كاملين كيت هزين هم واحد، وماشي كاملين عقل واحد وتفكير واحد، وماشي كاملين كيفكروا بنفس الطريقه، كلها وعقل وماشي تنظيم. المعتقلين فيهم واحد الناس اللي كانت كتناضل في المدينه، كاين الناس اللي مشات منطقه الرجله، كاين اللي داتو الحمله بهاد المنطقه، كاين اللي في جراده اللي كيقولوا لا حق حق راه المعتقلين مفركتين غير مع بعضياتهم، وراه فلان لا. حنا كنقولوها التجربه ديال التوجه العام ماشي ديال المعتقلين، ماشي ديال المعتقلين، هذه ديال الساكنه اللي راهم متحملوا فيها المسؤوليه درك، راه ماشي غير المعتقلين، راه فيهم حتى ولاد الشعب اللي ما دخلوش للحبس. بالنسبه لشي معتقل ولا شي واحد بانت له يمشي يلتحق بشي حزب ولا بشي تجربه ولا بغى يعاون ولد عمو في شي حزب، ما غاديش تقطع له، راه عقله هذاك. بصح ما تحسبوش علينا، ما تحسبوش علينا، واللي عنده شي صراع مع شي واحد يفكه معاه بعيد، يخلي عليه التوجه العام في التقار، ويخلي عليه حزب التقدم والاشتراكيه في التقار. كندافعش على الحزب، ان كاين اللي باغي يصفي حسابات عن طريق التقدم والاشتراكيه للممثل نتاع التوجه العام. اللي عنده مشكل مع شي واحد يفكوا معاه بعيد، الرسائل ما عندنا ما نديروا بهم، اللي بغى يمر الرساله باش يشوه الحزب الممثل ديال التوجه العام يبعد الخط، روح العب بعيد، العب في دارك. وجهنا رساله لكل شيء، كاع الاحزاب في جراده وكاع المناضلين وكاع الغيورين قبل ما نخرجوا بالحزب، وجاني رساله وقلنا لهم روحوا كاملين ندوبوا في حزب واحد ونمشيو، اللي جا مرحبا به، اللي ما جاش يبعدنا، اعطينا اتساع وخدم. الى الناس تقت فيك الله يسهل عليك. هي واش هي، خليو التوجه العام في التقار بالنسبه للاباطره والوجه الاخر ديالهم، خلي عليهم التوجه العام في التقار. بالنسبه للناس ديال جراده والاحواز ما تيقوش الخوت، راه المرحله غادي ينزلوا بالثقل ديالهم، غادي ينزلوا بداكشي اللي عطاهم الله باش يسمم،
باش يهرسوا التوجون. عمرها غادي تبقاو تسمعوا مصطفى الدعيني دا 300 مليون على توتو، غادي تبقاو تسمعوا مقلش دا على دغو فيلا والبورش، غادي تبقاو تسمعوا فلان راه شفناه في الغابه محطوطه له باليزه ديال الفلوس، غادي تبقاو تسمعوا فلان راه شفناه مع الاباطره في 33، غادي تبقاو تسمعوا بزاف ديال الحوايج الخوت. لهذا اخوان ما تيقوش اللي سمع شي حاجه يتاكد منها. حتى في القران الكريم كيقول لك الله سبحانه وتعالى ان جاك شي فاسق فتبين باش ما تظلمش الناس، باش ما تظلمش الناس. لهذا باش نختم، التوجه العام راه مستمر، وحنا رحنا في الشارع في الساحه عندنا مناضلين اكفاء، عندنا ولاد الشعب غيورين اللي غادي يطلعوا ما غاديش يحشموا بك، ما غاديش نصيفطوا للبلديه، ما غاديش نصيفطوا للبلديه الدومه، ما غاديش نصيفطوا للبلديه الكراكيز دوك اللي يحركوهم بالخيوط، ما غاديش نصيفطوا للبلديه ولا للجهه ولا للبرلمان شي واحد من دوك شي كراكيز اللي كيتحركوا بالخيوط ولا اللي كيصونوا لهم كيقول لهم دخل للدور هزي يدك قول نعم. غادي نصيفطوا تما ولاد الشعب، غادي نصيفطوا ولاد الشعب ولاد جرادة اللي غادي يكون تما غادي تلمسوه. شت كان يكونوا عندنا غير خمسة ديال الناس ولا ستة ولا سبعة في البلدية نقسم لكم بالله ما غادي تبقى تشوفوا هادشي اللي راه يدار درك، ما غاديش تبقى تشوفوا هادشي اللي راه يدار درك. كيقولنا ما غاديش نصيفطوا الكراكيز للبلدية ولا لشي جماعة، غادي نصيفطوا مناضلين، حتى الا كان شي واحد ما مكونش غادي نكونوهم وغادي نوقفوا معاهم ويوقفوا بهاد المنطق، غادي يوقفوا ان شاء الله. هادشي الحاجه اللي نتوعدوا بهم الخوت، ما تيقوش الاهل ديالنا في الاحواز. انا بعدا واحد اعتذر الا قلت شي حاجه ما قصدتش انني نقولها، ولا الا زلقت في شي حاجه راه النيه ديالي علمها الله. انا ما كرهتش، كره كلشي مجموع المريجه برقم جراده هاد الناس كاملين اللي كانت كتقطع في الحراك، اللي كانوا كيجوا على رجليهم في الطوبيسات، الناس اللي تقطعت في سيدي بوبكر، الناس اللي كاملين نجمعوهم، راه ما كرهتش والله ما كرهنا. ولكن الخوت انا كنقول اللي بغى يلتحق بالتوجه العام يا مرحبا. التوجه العام ماشي ديالي انا بوحدي ولا ديال فلان فرت لله، التوجه العام فكره مطروحه لجراده كامله ولا حواس. التليفون ديالنا هو عندكم، اللي بغى يتواصل يا مرحبا، الباب ديالنا مفتوح يتواصل معنا على الخاص. الاخوان اللي ما قدرتش انني ناكسبتي الطلبات ديالهم، ربما راه عندي 5000 امي يصيفط لي غير في الخاص، ماشي مشكل نتواصل معاه، الرقم ديال التليفون راه كاين في الصفحه الرسميه، ولا تواصل مع الاخوان ديال التوجه العام راهم باين الاوجه اللي بغى يساهم في التجربه هذه ديالنا كامل. كما قلت اللي بغى يعاون الخوت ديال جراد، هادشي اللي كنديرو جراد حاليا مستعد، حنا في امس الحاجه للدعم ديالكم المادي والمعنوي. الخوت اللي عنده موبيله ولا سياره بغى يساهم بها للتوجه العام راه حنا محتاجين، راه ما كانت باش تطلع غير العوينات تلقى ناس ولا توصل فكره ولا تلقى مع شي واحد راه ما كنلقاوش، الله يحسن العون، وما كنقدروش نقولوها للانسان باش ما كنزير. الرساله ديالنا هي واضحه الاخوان ديالنا، تحيه عاليه لكم. هذا اللايف راني درته في الصفحه ديالي من القدام، لي لايف غادي يبقاو يداروا على الصفحه الرسميه للتوجه العام، في العنوان راني درتو على اللايف لي لايف، من القدام غادي نبقاو نديرهم على الصفحه الرسميه للتوجه العام. الاخوان مناشده لكم تلتحقوا بالصفحه الرسميه بلي جيم، الناس اللي ما اكسبتينش فيها يدخلوا يلتحقوا ويصيفطوا لي زانفيتاسيون للاصدقاء ديالهم باش يلتحقوا بالتوجه العام، بالصفحه الرسميه للتوجه العام. نرى مستمرين، الواجب ديالنا كنأديوه، غادي نقطعوا الصباط، داكشي اللي قدرنا عليه غادي نقدموه. نتمنوا النجاح، نتمنوا التسخير، نتمنوا ان ربي يسهل. نجحنا هي هذيك، ما نجحناش غادي نستمروا المعركه، ما غاديش تريض الحرب واخدينها ضد هاد الناس هادو. ما تيقوش الخوت بالهضره، راه الناس غادي تنزل علينا بالسموم، غادي يبقاو يكتبوا علينا بلي فوكونت، غادي يبقاو يروجوا في الاحياء شي هضر اللي ما كايناش الخوت باش يهرسوا هاد التجربه هادي. الله يرحمكم الوالدين، اللي سمع شي حاجه يتبين، اللي سمع شي حاجه علينا يتبين، ولا غلط شي واحد فينا الخطا ما معصوم منه حتى شي واحد، اي واحد يقدر يغلط. واش تا هي نثقوا في بعضياتنا، نقووا بعضياتنا،
الناس اللي بغات تدعم التوجه العام ماديا ومعنويا تواصل معنا. كنقول لكم شعطونا فلوس ولا حنا كنقول لكم اللي يقدر يعاون بسياره بليسانس بهذه غير باش نتحركوا غير باش نتحركوا. راه كاين الناس كتسنانا في تقاطع في برقم في هذه راه كيستعصي علينا الامر باش اننا نوصلوها. الخوت اللي يقدر يعاون بشي حاجه للمدينه هذه هادشي راه جراده ماشي ليا انا ولا شي واحد ليكم نتوما ليكم نتوما اللي يقدر يعاون بشي حاجه يتواصل معنا الخوت على الخاص. ما كنقول لكمش عطونا فلوس عندنا حوايج بساط سياره باش نتحركوا ولا موبيله ولا كذا. تحيه عاليه لكل الاحرار والحرائر. كنشكركم الخوت على التتبع ديالكم اللايف. بارطاجيو الدراري اللايف باش يوصل للناس ديال الاحواز بالخصوص. تحيه لكم وسمحوا لنا الى قصرنا في حقكم راه ماشي لخاطرنا راه ما قدرناش. غادي نهودوا الاحواز وغادي نشتغلوا تما غادي نشتغلوا ان شاء الله غادي 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 يشاركوا حتى هما التجربه هذه معنا وغادي نكونوا ان شاء الله. ان الحراك ماشي ديال جراده بوحدها. الحراك راك له فيه الدق كاع الاقليم كامل. هاد الناس هادو الاعيان كنت منهم الشباب انهم يوصلوا لهم ويناقشوا معاهم بهذه المنطقه ديال يناقشوا معاهم. كاين شباب غيورين كاين مناضلين قادرين يمثلوا الاقليم احسن تمثيل. كاين مناضلين اللي غادي تفوت الانتخابات وغادي تلقاوهم في الاقليم كيناضلوا هنا معاكم. غادي نكونوا معاكم حتى السنوات الجايه راه واخا ما نجيبوش الانتخابات غادي نكونوا راه نكونوا في الشارع معاكم. راه ما غاديش الريح في المقابل دوك الناس هذوك راه ما غاديش تلقاهم معاكم. انا نجزم لكم باليقين شت هادو اللي راهم درك يبوسوا لكم اليدين ويزاوقوا لا راني باغي الخير وبغينا كذا بابا بابا با راه والله ما تلقاهم معاكم قسما بالله العلي العظيم. غادي تفوت الانتخابات بنهار الا لقيتو معاكم شي واحد هنا كيهضر على جراده ولا كيكتب غير سطاتي على جراده غير سطاتي فين ما تشوفوا هاد الكمار هادي يدفلوا عليه. نحن اصدقاء الجماهير نحن هم الاصدقاء الاوفياء للجماهير. وهذا الشيء ما كنقولوش فقط كنقولوه قولا وفعلا. وغادي نوصلوا لهاد النتيجه. احييكم عاليا تحيه عاليه لكل المناضلين الخزي والعار لكل الخونة والمرتدين الخزي والعار لناهبي المال العام الخزي والعار لمصاصي دماء ولاد الشعب. سننتصر رغم السموم والدسائس وما يحاك من مؤامرات في حق التوجه العام. سننتصر عاجلا ام اجلا سننتصر باسم مناضلي التوجه العام. يعني كنبلغوا السلام ديالنا للاخوان ديالنا في جراده وعلى المستوى ديال الاحواز وكنقول لهم اخوت كونوا يد وحده الخوت صوبوا تجاه الاعداء ديالكم الحقيقيين. راه ماشي حنا هما الاعداء ديالكم. الاعداء ديالكم هما الناس اللي نهبوا هذه المدينه هذه سنين. الاعداء ديالكم ماشي هما المناضلين ديال التوجه العام. بالعكس حنا كنتحركوا بصفر درهم كنتحركوا من جيوبنا ومن وبرجلينا. ما كيدعمنا حتى شي واحد ما كيعطينا. وهذا الشيء ما غاديش نريضوا عليه. غادي نستمروا ان شاء الله غادي نناضلوا غادي نكونوا في المدينه غادي نكونوا هاد العام والعام الجاي والعام اللي بعده سوى ربي يدام العمر. نطلبوا من ربي طول العمر. الخوت السمي عاليا طولت عليكم تحيه عاليه. غادي نزيدوا نكتفوا من النقاش من القدام لي لايف الخوت غادي يبقاو يداروا على الصفحه الرسميه للتوجه العام من القدام. اخواني التحقوا بها راه كاين ليان في كسميتو على انا دايرو على اللايف. تحيه عاليه للاخوان خوت ديال جراده ثقوا فينا ثقوا في الخوت اللي راهم مزيدينهم الدوائر ديالهم اللي راهم مزكيهم السكينه. عندنا وجوه زينه ممتازه عندنا اوجوه نقيه عندنا اوجوه اللي ما تخافش منها بهذا المنطق هذا ما تخافش منها. تحيه عاليه راني طولت في الهضره غادي نرجعوا بلايف اخرين لقدام وغادي نوصلوا الرسائل ديالنا وغادي نهضروا ونوصلوا اللي علينا غادي نديروه. والدور ديالكم كذلك غادي يكون نهار 8 في شهر 9. كنتمنى من الساكنه ديال اقليم جراده انها تلبي النداء وتعاقب هاد الناس بطريقتهم عن طريق الصناديق ديال الاقتراع. غادي نقصدوا كاع الاحياء الخوت ديالنا في حسي بلال في نمر واحد في جراده. احييكم عاليا
عاليا كاع الناس اللي راه تساهم في هذه التجربه هذه. سننتصر ان شاء الله، ما انتصرناش اليوم غادي ننتصروا غدا. الخوت تحيه عاليه، والخزي والعار لكل من ارتد وخان. شكرا.